سببين ان انا ما اتكلمش عن الهوليوود سمايل. السبب الاول ان الهوليوود سمايل ده مش ساينتفك تيرم موجود في الليترتشر، ده زي كوميرشال نيم للممثلين بيتميزوا بالضحكه كلها بيضه والسنان مرصوصه وكلها صف واحد. السبب الثاني ان انا كلمه هوليوود سمايل بقت فيري كومن
لدرجه ان الناس ابتدت تزهق منها. اي حاجه على التلفزيون، اي دكتور هتفتح التلفزيون دكتور سنان هتلاقيه بيتكلم عن الهوليوود سمايل، في الراديو كله بيتكلم عن الهوليوود سمايل. الرجاله هترجع البيت هيلاقي مراته تقول له احمد انا عايز اعمل هوليوود سمايل. عشان كده انا مش عايز اتكلم عن هوليوود سمايل. وحاجه ثانيه، سوري معلش، محتاج ان انا اروح لللابتوب عشان اقلب السلايد. لا مفيش مشكله. طيب خليني اسالكم سؤال خلاص للناس اللي موجودين، وحابب ان انا اسمع ارائكم. ايه اول حاجه هتيجي في بال اي حد موجود لو جت سيره هوليوود سمايل؟ حضرتك فنانين، اوكي حضرتك معرفش، اتفضلوا. بيرفكت، تو بيرفكت، نقدر نقول فيك. اوكي حد تاني عايز يقول حاجة؟ محمد صلاح. اوكي ميرسي. وايت، طيب اكسبنسيف، ممكن اكسبنسيف شوية. طيب دي كلها حاجات وحشة، ايه الحاجات الكويسة اللي ممكن تبقى فيها؟ مش ممكن تبقى اتراكتف شوية؟ وممكن تبقى لايف تشينجينج، صح؟ اوكي. هسأل الشباب اللي موجودين والرجاله، لو البنت اللي على الصوره دي طلعت دلوقتي، دخلت دلوقتي الفاشن شو ده واحنا موجودين، في حد هيقول لها او حد هيبص لها خليها تقعد مكانه؟ هتخليها تقعد مكانه، اوكي. واحنا كمان، طيب يعني ولاد وبنات، طيب. انا شايف ان كل اللي موجودين بنات او ستات. فلو ديفيد باكن دخل علينا دلوقتي وسمعنا ان هو قاعد على البسين، في حد هيفضل قاعد معايا ولا كله هيمشي؟ في حد هيقعد معايا؟ طيب دي حاجه حلوه جدا. طيب اللي انا عايز ابينه في الصوره دي، اوكي، ان احنا رغم ان لو ركزنا قوي، رغم ان البنت دي الريزولوشن مش باينه قوي، بس اسنانها مش بيرفكتلي وايت، واسنانها مش مرصوصه كلها رصه واحده، وعندها سبيس اللي ما بين السنه اللي في النص، بس رغم كده البنت دي حلوه جدا. نفس الكلام على ديفيد باكن، سنانه مش افتح حاجه، مش مرصوصين كلهم رصه واحده، بس ستيل هو ديفيد باكن. طيب خلونا نتكلم مع بعض كده ان بريف عن ايه هي الاوبشنز اللي موجوده. واحده ايه هي الاوبشنز اللي موجوده عندنا؟ ان انا يبقى عندي، انا مش عايز نقول هوليوود سمايل او ذا بيرفكت سمايل، انا عايز نقول ا نايس اتراكتيف سمايل، وفي نفس الوقت لايقه على صاحب السمايل بتاعتي. عندنا التعب بينهم ان احنا نغير بيها السمايل، او ان احنا نحافظ على اسنانها، نحافظ على شكلها على الصوره دي. اوكي شايفين البيشنت ده هو مبسوط جدا من سنانه، بس مشكلته ان هي لونها مش حلو وعنده شويه ستينز عليها. هنقدر ان احنا نعمل له حاجه اسمها سكيلينج، ان احنا نشيل له الجير والصبغات اللي على السنان، فتبقى سنانه بالمنظر ده. اوكي؟ ده احنا ما غيرناش حاجه في السنان، ما غيرناش لون السنان، احنا بس عملنا حاجه علاجيه للبيشنت ده، ان احنا شلنا الصبغات، شلنا القهوه، شلنا السجاير، شلنا الجير، كل الحاجات اللي على السنان. طيب خلونا نعمل حاجه مور ادفانسد شويه. اوكي؟ طيب البيشنت دي بنت عندها 20 سنه، وبنت لذيذه جدا، حلوه جدا، سنانها حلوه، they look nice، بس لونهم غامق شويه او اصفر. هي عجباها الرصه بتاعتها، عجباها السنان، الشكل بتاعها، كل حاجه فيها بيرفكت، بس مشكلتها ان هي سنانها صفرة شويه. طب نعمل لها حاجه اسمها whitening او bleaching، بنفتح لون السنان، فتفضل السن نفس الشكل، نفس الرصة، لكن اللون بتاعها بيتغير خالص. اوكي. جيم. طيب. في حد شايف الصورة اللي على الشمال دي حاجة؟ الليزا حلوة أوي. البيشنت دي عندها حاجة اسمها جامي سمايل. يعني إيه جامي سمايل؟ يعني البيشنت دي سنانها حلوة جدا، مرصوصة، لونها مش أحلى حاجة. اوكي لكن المشكله الرئيسيه عندها حاجه اسمها جامي سمايل، هي لما بتضحك بيبتدي السمايل بتاعتها تبقى 50 50. يعني ايه 50 50؟ يعني 50% من السمايل بتبقى بينك،
يبان الجمس او اللسان، وال 50% الثانيه بتبقى سنان. احنا المفروض عندنا تبقى السمايل 90 ل 95% سنان، وبعدين يبتدي يبان جزء من اللسان. فبنعمل لها ايه المريضه دي؟ بنعمل لها حاجه اسمها كراون او جم كونتوري. احنا مش بنلمس السنان خالص، بنبتدي نرسم اللسان على الشكل أو الشكل المظبوط، نكشف السنان الطبيعية بتاعتنا اللي موجودة مستخبية في اللثة، تبتدي نكشفها السنان تبان أكبر ويبقى شكلها أحسن. نقدر بعد كده البيشنت دي نعمل لها وايتنينج وتبقى عندها هوليوود سمايل أو نايس سمايل. طيب في أوبشن تاني، إحنا كل ده لسه ما لمسناش السنان، ما ركبناش أي حاجة على السنان خالص. عندنا حاجة اسمها الأورثو أو التقويم، والتقويم في منه حاجتين. في التقويم اللي هو الماتل او البانز والبراكتس اللي هي على الشمال تشينج صح، وفي عندنا تقويم تاني اللي هو الترانسبيرنت الاينرز او الانفيزالاينرز اللي هو يبتدي نلمس المريض زي حاجه معينه كده، جهاز شفاف بيعيش بيه اليوم كله، لكن في نفس الوقت هو بيحرك السنان وبيبتدي يغير شكل السنان او رصه السنان من غير ما نشيل اي حاجه من السنان ومن غير ما نركب اي حاجه. اوكي طيب هنروح دلوقتي للفينيرز اللي انا متهيألي كلكم قاعدين مستنيينها. خلاص هي افضل حاجه كومن، كل الناس دلوقتي كله عايز يركب فينيرز، كله عايز سنانه تبقى بيضاء، كله عايز يبقى زي الممثلين. هل كل الحالات ينفع نركب لها فينيرز؟ لا طبعا مش كل الحالات ينفع نركب لها فينيرز. ايه ممكن ما نركبلوش فينيرز؟ زي بيشنت مثلا عنده تسويس في سنانه، ما ينفعش نركب له فينيرز. بيشنت سنانه الالاينمنت بتاعها فيها سيفير الاينمنت، حاجات طالعه لبره قوي، حاجات داخله لجوه قوي، فده ما ينفعش نركب له الاينمنت، ما ينفعش نركب له فينيرز. بيشنت بروكزر، يعني ايه بيشنت بروكزر؟ يعني في مرضى معينين بيقعدوا يجزوا بسنانهم وهم نايمين او هم صاحيين، دول هيقوموا مطرقعين كل الفينيرز، ساعتها لازم نروح لاوبشن تاني. طيب البيشنت دي احنا شايفين عندها ايه؟ عندها اسنانها لونها مش حلو، مقاساتهم مش مظبوطه، وفي سبيسنج ما بين السنان. فلما جينا عملنا لها فينيرز اوكي، فقدرنا الصوره مش كده، يا الريزولوشن بتاعت السكرين مختلفه شويه، بس دي لوك اي نو دي لوك تو وايد شويه. اوكي تشينج صح. ودي صوره ليها ثانيه من الجنب. طيب دي لوك تو وايد، مين بيقول ان هم تو وايد؟ اوكي دي لوك تو وايد شويه، بس البيشنت She likes the smile, she likes this way she looks. طيب خلينا نشوف الصورة دي. طيب ايه رأيكم في دول؟ طيب اللي على الشمال، اللي على اليمين سوري، الفيديو اللي على الشمال ده بري اوبريتيف قبل ما نشتغل، واللي على اليمين دول الفاينل فينيرز بتاعتها. يبقى احنا من الصورة دي نقدر، او من الفيديو ده او من السلايد ده نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان احنا الفينيرز بنقدر نتحكم في لونهم، في شكلهم، في رصتهم، في كل حاجه فيهم. فالفينيرز نقدر نتحكم فيها، واتس ا فيري نايس سولوشن او استاتيك سولوشن. طيب هنروح نجري بقى شويه. لو بصينا على البيشنت ده سنانه لونها مش احلى حاجه، لو بصينا عليهم من جوه اوكي، سوري معلش على الصوره دي، بس انا عايز اوري لكم البيشنت ده كان عامل ازاي قبل ما نبتدي. صعب قوي طبعا تشينج. يلا دي سنانه من جوه بعد ما شلنا كل الحاجات البايظه، عملنا كراونز، عملنا تريتمنتس للسنان، ظبطنا كل حاجه. في اوبشن تاني ابعد اكتر مور اجريسيف لحالات اصعب شويه، ان احنا نعمل امبلانس. امبلانس ان انا عندي بيشنت ما عندوش سنه او ما عندوش سنان، فبنقدر ان احنا نركب له الامبلانس اللي هي باينه في الاكس راي تحت دي، اللي هي المسامير دي، وبعدين يتركب عليها تركيبه ثابته فانكشنال يقدر ياكل عليها ويضحك بيها وشكلها حلو. تشينج. طيب طبعا كل الصور اللي في البرزنتيشن دي مش معمول لها فوتوشوب ما عدا الصور بتاعتي اللي انا طالع فيها وشي، دي اللي معمول فيها فوتوشوب.
اللي انا عايز اقوله ان احنا مش محتاجين ان احنا نبوظ سنانا او ندفع فلوس كتيره او ان هي تبقى تو لوك تو فيك عشان يبقى عندي نايس سمايل او هوليوود سمايل. اوكي ثانكس فور يور اتنشن. انا موجود عامه بس انا لازم انزل عشان الوقت طولت شويه. موجود لو حد حابب يسالني على اي حاجه. ميرسي دكتور. Thank you.
جوازه هتدينا تكسر الميك اب. مساء الخير. ايه الاخبار؟ اكتر حته بحبها طبعا دي منطقه بتاعت الميك اب. ليه حصل كده شويه طفره في الشعب المصري واتقسم كذا شكل في اتجاهات كتير قوي فاشينيستا كتير قوي بقى ميك اب ارتست. اي ثينك في برضه شويه باي ذا واي احنا المفروض نميز ازاي نختار الميك اب ارتست اللي هنبقى معاها وناخد برضه شويه افكار عن الميك اب ريجولر دلوقتي او بالنسبه للصيف الجاي. بالنسبه للميك اب ارتست اللي احنا فانا بالنسبه لي الميك اب مش سهل
مش المفروض ان انا بلبس ميك اب فروم اي تو زي ووش من اول جديد وان انا ابقى توتالي ديفرنت عن حياتي؟ لا، المفروض ان انا زي ما انا بس فيا حاجه مبارك وفيا حاجه احلى. ده بالنسبه للميك اب. المقاومه على الشيء بتخليه عاده. فبالتالي كل ما بنبقى احنا متعودين في حياتنا ان احنا متعودين نشوف روحنا بشكل جميل بنفضل فعلا روحنا جميله لحد اخر العمر. يا رب تعالى. حاجة بعد النافل يعني ليش بقي فشل يعني لقطة فشل كمان خلاص أنا عايزهم
And now, Ramadan outfits, my child. Thank you.
ديزاينر ليلى عيد. Just to clarify, get back.
سيجمنت يعني سيجمنت هي أحدث. لا الصرف باين يا ايمي يا ايمي ايمي الصرف باين والكلمة جاية من كلمة بلاستيكوس اللي هي باللاتيني معناها تشكيل أو إعادة بناء أو ترميم. مع تطور العلم يبقى فيه نوعين كبار لجراحات الترميم اللي هي الريكونستراكتيف سيرجري أو جراحات الترميم بعد فقدان جزء من الجسم أو بعد حوادث أو والاستاتيك سيرجري أو هي الجراحات الجمالية اللي بتمثل 10% من البراكتس. هاويفر هي أشهر أند مور تريندي إن ذا فاشن أسبيكت. مثلا البنت دي عندها what's called a Greek nose اللي هو الهم الصغير اللي هنا. What we did we corrected this hump, but in a way not to distort the whole face. زمان كان في نقطة إن المناخير يبقى احنا عايزينها تبقى اصغر حاجه ممكنه زي مايكل جاكسون كده. ده عمل قصص وفكر ديفورمز ومشاكل في التنفس. النهارده بقينا بنتاكل حاجه معينه من غير ما تعمل لنا مشاكل وظيفيه، لان انت ممكن نعمل حاجه وبعدين تلاقي شخص مش عارف يعمل حاجه مهمه زي النفس مثلا. Another example نفس الكلام هامب صغيره مش عارف باين على الخيط كده ولا ايه بعد هم اللي هو تنسبيل راس كتير جدا. عايز اقول لك هنا القصه مختلفه. هنا البيشن دي عندها تيب بلبس مليان ديفاين ولا بيزنس ولا اي حاجه. ديفاين هي تو بوينتس مليان. سو
and she has a broad nose as well. So what we did, we are taking a very early post-operative photo. We identified the tip, الحمد لله كانت تبقى رفيعة، وفي نفس الوقت بقى فيها السوبر تيب بريك والمناخير رفعت بعد كسر الهضم without making her change تخليها تبقى operated look حاجة ما هياش مستفقة دلوقتي. The male rhinoplasty is very common, particularly لما يحصل عنده نوز بيحصل لها وتبقى ما يقدرش تتعامل فيها زي الومن. If we make it very small, it will get a social feminine appearance around the world. So this is what we have done. So we have to have a facility this needs to be very clear that we need to differentiate between what the morbid obese or what the similar mufreta or what the localized fat. The similar mufreta is the same as the similar mufreta. The similar mufreta is liposuction of what is called the that معمول للسمنة الموضعية أو المكان معين فيه سمنة resistant to fat. We need also to differentiate a lot about excess fat and excess skin after weight loss and after فبرضه حاجة مهمة لأن في بعض الناس بتسألني بتسأل على عمليات زي ما يكون it's not stereotyping you need to be إن هنا أنت عندك دهون زيادة this needs to be taken out of consumption. However, here, this skin redundancy needs to be redraped, rechecked with us. This is totally two different procedures. Brachioplasty أو الفانتيلس أرن هي مشكلة موجودة في كل السنين على فكرة الستات والكبار والصغيرين خصوصا اللي بيخسوا ويتخانوا